اهلا هلا واهلي سمعني صوتك يا عم. قرب يا عم، يلا يا ابن الحلال يلا خلنا نوصلكم. ما في احد، ما حد يبغى كذا الشموس. ما حد طالع هذا الشموس، ها ولا ذا واقف في اول الشارع قاعد يمسك الزباين. ها شفت هذا مشكله، كل ما جيت طبيت اخذ لي احد. عبد الله، عبد الله ابوي يا حبي، وين انا ما راح اخذ راحتي مع الزباين الا اذا تاكدت انه مو بجاي. ادق عليه ها واسوي نفسي اني انا قلقت عليه، جعلك من بقايل ها، واضمن انه مو بجاي. اخذ راحتي مع الزبون، اذا جيت اقنعه يطلع معي في السياره. ما في الا ذا الحل. لو حط لي بعد اناشيد انا يلا اني اقبلك، اقبل اناشيدك بعد. اقول اسكت اصكك الحين. عبد الله وينك؟ عبد الله تاخرت وقلقت عليك، وينك؟ في المواقف. ليه ليه؟ خذ راحتك. قصدي اي مواقف، اي مواقف. اسمعني، مواقف القناة هنا جايب لك معي شيء يعجبك. ها جايب وشو؟ في بلبس من القصيد. لا خذ راحتك. جايب وشو؟ رزيز. رزيز يحب قلبك. لا اقول لك جايب رزيزة. بالله اي والله، اي والله طابخه والله تعجبك باذن الله. يعني عشاء والله في الصراحه. ايه انا 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 طبخت اليوم وغطت غداي، وبعد ما خلصت تفضل ودي اطبخ الشمال لاني حول المغرب. ودي اطبخ الشمالي رزيزة يتعشمنا قبل ندخل على الهواء. تاكي على الهواء الحين حول خمس دقائق او يمديك تقول له. ايه اقول لك تكفى عبد الله على مهلك، انا ما يهمني اللي في يدك يا عبد الله، همني انك توصل سالم وغانم. اقول اسمع اسمع، ابلسق مع المخرج سمعت، يقفل الاضاءه لين نخلص وبعدين يشغلها. لا 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 ها، خله يطلع فاصل، ولا طلع فاصل نقول له حط طبعه حمراء ويكتب خلل فني. اجل اسمع، ابى اخليه يصف الاعلانات كلها حقت الحلقه في فاصل واحد، يخليها ربع ساعه منها الناس تنبسط وشوف ذا العينات. وحنا هذا نسولف مع بعض لان من زمان ما شفتك. يا يا حبيبي يا عبد الله يا هي قسم فاضي، لو مو بالقدر اللي في يدك ها كان علو، لكن القدر عزيز قلبي. الله يردك سالم يا القدر يا عبد الله يا حبيبي. ماني مصدق اني شفتك يا عبد الله. لا 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 انا اللي ماني مصدق ان هالدموع ذولي. اعطيني ثواني ممكن؟ لا يلا قلها. ممكن ثواني؟ يلا حمك الله. ايش فيك؟ دبع الفرح. لا يا شيخ دمع الفرح ده. اجلس 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 عبد الله دمع الفرح. الحمد لله انك جيت سالم. كل شيء اصدقه زين، لو يقولوا لي انت هذا جايبه رز وتفتحه الحين يطلع مرقوق ايه صدقت ايه، ولا اصدق دموع الفرح هذه. لا والله هذه مستحيل اصدقها. انت تفهمني غلط دائما. سوء الظن سوء الظن يؤدي الى الاثم. ما له دخل سوء الظن. صح اجلس مكانك. وانا متاكد متاكد جدا ان هذه الدموع هذه دموع نعم فرح بالرز انه جائي. خليني امسحها بي انا. الله يسامحك. أيه. الله يسامحك يا عبد الله. تقول لي والله اقول اسمع قول شو سيارتك وسخالة ذي؟ والله بالصراحة شو فيك؟ خلصت الموية، تسمح لي اشرب من مويتك؟ اشرب. اسف. اشرب قد اسم الله بس وانت جالس. ايه ابشر. لاني سبحان الله يعني يوم انا افكر فيك حلو. خلصت. ايه؟ يوم جيت انت بالضبط ضميت بس. لا تدري لا لا لا. حتى مويتك ماشي طيب. لو سألتني الحين عن هالرزيزة
طبعا وشو لهم لافه بالفوطه عشان جبت الدوي فيه. حط ايدك شوف قرب قربه. طافي عبد الله ايه عجبك. اعزائي المشاهدين شو اسمه فاصل ونعود لكم. اطلع اطلع روح ود اسمع انقل انقل شوف انقل على برنامج ثاني. ها بالله انا طالب تاكسي انا بفوز بشارك معي الحين بس اذا الحين اقول لكم قول لا اله الا الله قول بسم الله يا اقول لك شيء اصبر معلش يا عبد الله خذ راحتك. كيف الله كيف الله نطلع فاصل ولا ما نطلع فاصل؟ احنا معكم اعزائنا المشاهدين بعد الفاصل ان شاء الله راح نكون في نجران. نطلع فاصل فاصل هجوم اطلع طلع فاصل طلع فاصل قل بسم الله قل فاصل قول له الله قل بسم الله قل بسم الله بس على بال ما يرجع اقول لك عبد الله قول يا اخي وش اللي شو اسمه هذه بهارات يا بهارات حلو ايه هذا عندنا اليوم سحب على ثلاث حلو وش اسمه طبخنا الغداء طبخته منه نفسه ايه فوالله العظيم انه قلت اسجل له نفسه ابقي له ما قلت لك تجيب البس الطبخه اسمع خل 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 من ما عليك بعطيه نصيب قبل يرجع الفاصل بسرعه بسرعه انت قل طيب طيب طول يا نبيل كم باقي على الفاصل؟ ها اسمع البس اسمع البس اسمع قلت لك امشي صوت القطوه ورا لا يطلع معنا في الجزمه ايه اقول لك قصروا الاذى اسمع اعطونا بس كم باقي وقت كم باقي؟ انت كل يا ابن حلال 20 ثانيه باقي 20 ثانيه اسمع خلي اتصل على الرجال ايش رايك؟ وش بهاراته وش اسمها؟ بهارات مقدار عبد الله اقول لك صدق قوية لا لا حلوة يعلم الله قوية حلوة حلوة وفي انواع الصراحة انا في لكن الشعبات اليوم بشارك معي الحين تكفوني يا جمهور خلوا الشمران الحين تكلم علي ولا تفكر الفوز لا تفكر صدقني لك مضمون اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين من جديد عدنا لكم وعدت لنا اتمنى اننا نستمتع معكم في هذه الحلقه